خلونا نشوف على سبيل المثال الأحزاب تلقت هذا الإجراء أو هذا التوجيه إزاي. معنا على التليفون دكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ. إزاي الصحة؟ يعني دكتور الله. كيف يرى حزب الوفد العريق الإجراءات والتوجيهات الأخيرة للرئيس بزيادة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين؟ الحقيقة أنا أصدرت بيان ونزل في الجريدة المركز الإعلامي إن إحنا سعداء بهذا القرار، لأن هذا القرار أسعد الطوائف الأكثر احتياجا ووضع معيار اللي هو مرتبط بالبطائق والبطائق البطاقات التموينية اللي بتصرف للفئات اللي هي من الناحية يعني المتوسط الدخل الضعيف وراء التدرج، والحقيقة راعى التدرج وراعى برضو الحالة الاقتصادية للبلد. فالحقيقة يعني نبض وكلام الناس يعني في سعادة بهذا القرار، ونحن مع هذا القرار، ولأن ده دور وده حتى ده من فعاليات الحوار الوطني لما نشوف البعد الاجتماعي هو تطبيق لما قيل والاقتراحات في الحوار الوطني. فإحنا الحقيقة بنحيي وبنسمن هذا القرار. عظيم جدا، انا بشكرك جدا دكتور عبد السند يمام رئيس حزب الوفد. طبعا من المعروف انه حزب الوفد تقريبا هو اقدم الاحزاب المصريه الموجوده ان لم يكن من اقدمها.